يا حبيباتي، ان شاء الله يا رب تكونوا في خير ونعمه، ان شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير. حبيت نشارك معاكم تحضيرات العيد، ديجا بدينا من البارح وحبيت نكمل معاكم بقيه الفيديو. نخليكم معايا ونقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، واللي ما اشتركش في قناه عالم يسرى يشترك، ونحبكم برشا. بيزو حبيباتي. لهنا كما تشوفوا باش نحضر بقلاوه، باش نحضرها على الطريقه البوسنيه، معبيه بالزوزه وباللوز، مخلط الفواكه الجافه خلطتها، عرجتها شويه كما تشوفوا، ورحيتها خليت فيها الكعب. ولهنا باش نعمل لك المثلثات المحشيين بالجبن التارتيني، ومن بعد يتعصلوا تتشوفوهم كيفين. خليكم على الفيديو. ولهنا زادة باش نعمل بقلاوة بالنوتيلا وإلا بالشوكولاتة كما تحبوا، يعملوها زادة الأتراك والبوسنيين. باش نعملها بالنوتيلا وتجي فيها شوية زوزة مهروش ولا بوفريوة، هي المكثرية تجي عليها البوفريوة، أنا بقت عندي شوية زوزة، زادة تجي بنينة ياسر. إن شاء الله مرة نعمل لها فيديو وحده. خليكم على الفيديو. جيت لهنا خديت شويه نسكافيه وخديت شويه من الجبن تارتيني ولا شمند ولا كوارك، وخديته ونكهته شويه بالنسكافيه، وباش نزيد شويه من الكريم الجبن الابيض والا اللي تحبوا، وباش نحشي بيه المثلثات اللي حضرتهم بكريم عام. Thank you.
حبيباتي ان شاء الله يا ربي تكونوا في خير ونعمه، ان شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير. حبيت نشارك معاكم تحضيرات العيد، ديجا بدينا من البارح وحبيت نكمل معاكم بقيه الفيديو. نخليكم معايا ونقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، واللي ما اشتركش في قناه عالم يسرى يشترك، ونحبكم برشا. بيزو حبيباتي. حضرت الطاولة هذه الصغيرة المتواضعة باش تجي أخت زوجي باش نشربوا قهوة. بالطبيعة من بعد إن شاء الله نشارككم زادة العشاء نتاعنا، عشاء خفيف. ماكم تعرفوا كنا رمضان وصيام، ما عملتش حاجات كبيرة، كريتو البارح في الفيديو عملت حاجات صغيرة. نقول لكم حتى من بعد كي نعمل قهوة وتجي أخت زوجي. بيزو. بعد ما روحت اخت زوجي الحق شربنا كان قهاوي وحاجات اللي حطيتهم الكل اللي ريتهم فوق الطاوله. عندي لهنا شويه دجاج مكان جليت ومفوح، وعندي شويه كباب حلال ادنى كباب، وعندي شويه زاد البطاطا المحشيه بالجبن، وشويه فريت، وشويه موتزاريلا هذوكم المدورين. حطيتهم الكل اللي حطيته في الفريتيز واللي حطيته في الفور، وباش نعمل معاهم سلايطة وعشاء خفيف. الحق حبيت نعمل ملوخية، احنا العوايد نتاعنا ملوخية في نهار العيد، اما امينة ماهيش من عشاقها، زوجي زادة مش من عشاقه، وليت ما عملتهاش. الحق عملت شوية سلايطة وحاجة خفيفة تعشينا باهم. بعد ما كملت العشاء كما ريتو شطيبت، العشاء خفيف، روحت اخت زوجي، جت بحدنا في النهار، شربنا قهاوي ولا اله الا الله محمد رسول الله، قهاوي قلاوة والحلولي موجود الكل، وتي عملنا قهاوي وعصير. شفتوا ديجا في التصاور تشوفوهم في الفيديو،
جابت لي كادو نتاع العيد كما تشوفوا. هذه عجبتني، شفت عليها محلاها حلوه، جابت لي هذه وجابت لي الساشي هذيا. ديجا هذه مكتوب عليها الجامع، جامع البوسنيين في ألمانيا. شنو نوريكم جابت لينا، كانت هي في بوسنيا في رمضان، روحت عبت جمعة في رمضان خاطر ولدها في الصيف باش يعرس إن شاء الله، ومشت تعمل له في التحضيرات. جابت البشكوت والأمونة هذيا تموت عليهم تحبو نتاع بوسنيا. كالعادة القهوة ذي المعروفين بها اللي جبت منها برشا ذيك في تمشيت في أكتوبر تاع الزجوة، جابت لي هذي. وجابت الكيكة ذي بالكاكاو كيما تيراميسو تموت عليه أمونة من بوسنيا، جابت لها باكو مع الباكو البشكوت هذاك. وبالطبيعة ما يحلى العيد كان بالشوكولاتة البارلين، جابت البارلين هذية يعطيها الصحة. وهذه من أحسن ما جابتها، هذية عجبتني ياسر، هذية ليلة 27 كمشينا يفرقوا فيهم مش يفرقوا فيهم، يعنتها خادمينهم الصغار ويبيعوا فيهم. فما البنات ديما البوسنيين البنات اللي يحبوا يمشوا للعمرة ويعملوا جروب 17 سنة 18 سنة، يعملوا كيما نقولوا نحنا باستل ويحضروا حاجات كيف هكا ويبيعوهم. بما انها يحضروا ويبيعوهم يعملوا هذوما. جابت لي هذه القرآن نتاعي ما بين الورقة والورقة تجي، وحضروا هذوما وبرشا حاجات اخرين. اخذتها الأمونة مكتوب عليها عيد مبروك، يحضروهم البنات ويبيعوهم ويبيعوا الجاتو ويبيعوا الحاجات اللي باش يلموا ويحبوا يمشوا للعمرة. وحطت لها فيه 50 أورو ويبيعوهم كيف نكاية للصغار، فيهم الشوكولاتة فيهم الحلوى تاع العيد، يحضروهم ويحطوهم كيف هكا ويلموا الفلوس للعمرة نتاعهم. كل عام يبعثوا جروب، كل عام يبعثوا مثلا بالعمار يمشوا. في راس العام البنات هذوما اللي اعمارهم 18 سنة قاعدين يلموا ويعملوا تبرعات كيف هكا. وبالطبيعة هما يحطوا مبلغ رمزي، اما اللي يشروا فك الحوايج هذيك يعطوهم ما اكثر، مثلا يشروا مرسو جاتو باش يشربوا بيه قهوه في الجامع، ولا يشروا هذوما ولا يشروا هذية يعطوهم اكثر. حضروا هذوما عملوهم وحدهم، مكتوب عليهم لهنا الله كما تشوفوا ولهنا مكه، ويعملوا لهم هذوما كل الواحد السلوفان هذايا ويعملوا لها اللوطانيه. وجابت لي هذا، جابت لي هذا، هذا نتاع قهوه كما تشوفوا هو فيه كعبتين، كعبتين نتاع قهوه والطبق نتاعو، الوحده نتاع الحلوى اللي تجي فيها حلوى والا تمر والا حلقوم. عندي انا بطبيعتي واحد كبير نتاع 6 من الناس هذا، قلت خليه الامونه باش يجي نهار زاده هي باش تستقر وتعرس، قلت نخليه الامونه بما اني عندي انا نتاعي فيه 6 نخلي لها هذا. وصلت معاكم لاخر الفيديو، هذه هي الكادو اللي جابته لي اخت زوجي. ان شاء الله يكون يا ربي عجبكم، وان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والسلامه، وربي يزيح علينا الوباء والامراض والحروب يا رب العالمين، ويفرج على الامه الاسلاميه الكل. ونقول لكم باي باي، واللي ما اشتركش في قناه عالم يسرى يشترك ويفعل الجرس باش كل مره يوصلوا جديد. نحبكم برشا، بيزو، باي باي.